السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. فتتم الدرس المتجهات والإزاحة بالنسبة للسنة الثانية إعدادي. بالنسبة لهذه الفقرة غادي نشوفوا العلاقة ما بين المتجهات ومتوازي الأضلاع. المتجهات ومتوازي الأضلاع، نشوفوا عندنا A B C D متوازي الأضلاع كما كتشوفوا هنا في الشكل. A B C D متوازي الأضلاع. السؤال الأول، كيف هما المسافتين AB و CD؟ معللا جوابك، المسافة AB والمسافة CD أو لا DC. اش كنعرفو على من خاصية متوازي الأضلاع؟ كل ضلعين متقابلان مالهم؟ متقايسان. يعني أن المسافة هاد الضلعين AB و DC كي دايرين؟ متقابلين، يعني كيكونوا متقايسين. يعني المسافة AB تساوي المسافة CD. نعم، بالنسبة للسؤال الثاني، عندنا هل المستقيمين AB و CD نفس الاتجاه؟ شنو هو نفس الاتجاه؟ يعني يا إما يكونوا متوازيان أو المستقيمان، يا إما يكونوا متوازيان، يا إما يكونوا ماذا؟ منطبقين. عندنا كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع كي كيكونوا؟ عفوا، كل مستقيمين متقابلين في متوازي الأضلاع كي كيكونوا متوازيين. عندنا AB، المستقيم AB والمستقيم CD متقابلين، يعني كي دايرين؟ عندهم نفس الاتجاه، يعني متوازيين، إذا لهما نفس الاتجاه. بالنسبة لنصف المستقيم الأول AB ونصف المستقيم الثاني DC، هل لهما نفس المنحى؟ نعم، لهما نفس المنحى، من A ل B، يعني من اليسار إلى اليمين، من D ل C من اليسار إلى اليمين، إذا لهما نفس المنحى. أرجو المتجهات، إذا كانوا مسافتين متساويين في المتجهات، اش كيعني؟ يعني كنتكلمو على المنظم، إذا للمتجهتين نفس المنظم. إذا كان مستقيمان متوازيين في المتجهات أو لا عندهم نفس الاتجاه في المتجهات، كنقولوا أن المتجهتين AB و DC عندهم نفس الاتجاه. والمنحى، نتكلمو على المنحى بالنسبة للمتجهتين AB و DC. هاد الشروط الثلاثة أو هاد العناصر الثلاثة اش كيحددولنا؟ كيحددولنا أن المتجهتين AB و DC مالهم متساويتين أو متقايستين. علاش؟ حيت عندهم نفس المنظم ونفس الاتجاه ونفس المنحى. إلا كانوا هاد ثلاثة الشروط، راه كتكون المتجهتين متقايستين. خاصية، اشنو باش بدينا في الأول؟ بدينا بأن AB CD متوازي الأضلاع. اش لقينا في الأخر؟ متجهتين متقايستين. يعني إلا كان متوازي الأضلاع، الرباعي متوازي الأضلاع، راه المتجهتين متقايستين. بحالاش كنحددو هاد جوج متجهتين؟ ممكن نحددوها من الشكل، يعني كنشدو المتجهة والمقابلة ديالها AB مع DC، مثلا المتجهة AD مع المتجهة اللي مقابلة معاها BC، أو لا انطلاقا من هاد الحروف AB CD متوازي الأضلاع، كنشدو الحرف الأول مع الحرف الثاني، والحرف الرابع مع الحرف الثالث، اللي AB تساوي DC. الآن سننتقل إلى مثال MNPQ متوازي الأضلاع، كما كتشوفوا هنا في الشكل. شنو هي المتجهة اللي كتساوي MN؟ هي المتجهة اللي مقابلة معاها اللي هي KP. KP، شنو هي المتجهة اللي كتساوي M؟ N هي KP. شنو هي المتجهة اللي كتساوي MQ؟ هي بطبيعة الحال المتجهة اللي مقابلة معاها اللي هي NP. الآن ننتقل إلى تطبيق. لاحظ الشكل التالي، شكل أسفل. كما كتلاحظوا هنايا عندنا واحد الرباعي، هو عندنا هادو اللي بالخضر متقايسان، وهادو اللي بالأحمر اللي فيهم بحال علامة إكس ولا علامة الضرب متقايسين. السؤال الأول، حدد المتجهات المتساوية للمتجه OF. المساوية للمتجه OF. السؤال الثاني، ما هي المتجهة التي أصلها E؟ هي E، والمساوية للمتجهة GD. هي المتجهة GD.
سؤال الثالث، ما هي المتجهات المساوية مع المتجهة دي بي؟ بدأوا بالسؤال الأول. أولا عندنا المتجهة او اف، هي المتجهة او اف كما كتلاحظوا هنايا. نشوفوا شنو هو المتجهات اللي مساويين ليها. كما كنا في الفقرات السابقين، باش ان يكونوا جوج متجهات متساويين، يا اما يكون عندهم نفس العناصر، او لا يكون الرباعي اللي مشكلين هاد جوج متجهتين هو متوازي اضلاع. نبداو بهذا الرباعي اللي هنا. كما كتلاحظوا هذا الرباعي، هذا اللي فيه اطار، ها هو بلون احمر، عفوا بحال دائره. عندنا بالخضر او اف كتساوي بي سي، هي او اف كتساوي بي سي. وعندنا كذلك بي او تساوي سي اف. اش كيعني هادشي؟ ان هذا الرباعي كيداير ومتوازي الاضلاع. علاش؟ لان باش يكون رباعي متوازي الاضلاع كيكونوا كل ضلعين متقابلين متقيسين، هما عندنا كل ضلعين متقابلين متقيسين. نعم، بما ان هذا الرباعي متوازي الاضلاع، يعني اي متجهتين متقابلين هنا في هذا الرباعي هما متقيستين، فين هي المتجهه المقابله للمتجهه او اف؟ هي المتجهه بي سي. اذا او اف تساوي بي سي، هي او اف تساوي بي سي. نجيو للرباعي الاخر او اف اي ك اش، عفوا او اف اي اش. عندنا في هذا الرباعي عندنا او اف تساوي اش اي، وعندنا كذلك او اش تساوي اف اي، هي اف اي تساوي او اش، فيهم نفس العلامه. اذا هذا الرباعي كيداير كذلك متوازي الاضلاع، لان كل ضلعين متقابلين متقايسين. اذا فين هي المتجهه اللي كتساوي المتجهه اف؟ هي المتجهه المقابله لها اللي هي اش اي. اذا او اف تساوي اش. نفس الشيء بالنسبه لهذا الرباعي، هذا كما كتشوفوا هنا باللون ازرق. عندنا المسافه ا بي تساوي المسافه او اف، وعندنا ا بي يوازي او اف. كما كتلاحظوا راه متوازي، المستقيم ا بي كيوازي المستقيم او اف. اذا اش كيعني هادشي؟ كيعني ان هذا الرباعي ا بي اف او متوازي اضلاع. بما ان الرباعي ا بي اف او متوازي الاضلاع، يعني كل متجهتين متقابلتين متساويتين. شنو المتجهه المقابله للمتجهه او اف؟ هي المتجهه ا بي، يعني او اف تساوي ا. نفس الشيء بالنسبه للرباعي الاخر، كما كتلاحظوا هنايا الرباعي اللي بشي بي او اف اش جي، عندنا او اف تساوي جي اش، ومتوازيين كذلك كما كتشوفوا هنايا متوازيين. اذا هذا الرباعي او اف اش جي متوازي الاضلاع. بما انه متوازي الاضلاع، يعني كل متجهتين متقابلتين متقايستين. حنا بغينا المتجهه او اف، فين هي المتجهه المقابله للمتجهه او اف؟ هي المتجهه جي اش، من اليسار الى اليمين، من اليسار الى اليمين، يعني او اف تساوي جي. الان لدينا بالنسبه ل شوفوا هاد المتجهه دي او واش كتساوي المتجهه او اف. هنايا كما كتلاحظوا مايمكنش نشكلو رباعي، يعني باش اننا نعرفوا واش هاد المتجهتين متساويين، غادي نشوفوا واش عندهم نفس الخصائص او العناصر. شنو هما الخصائص؟ هو نفس الاتجاه، نفس المنحى، نفس المعيار. نبداو اول حاجه بالمعيار. كما كتلاحظوا هاد المسافه كتساوي هاد المسافه، المسافه كتساوي هاد المسافه. وهاد المستقيمين كي دايرين؟ منطبقين. المسافتين متساويين، اش كيعني هادشي؟ كيعني ان للمتجهتين، فاش كنتكلموا على المسافه يعني المنظم، يعني للمتجهتين دي او و او اف نفس المنظم. قلنا باش ان يكونوا للمتجهتين نفس الاتجاه، خاص يكون عندهم يا اما منطبقات، خاص يكونوا يا اما منطبقتين، يا اما يكونوا المستقيمين عفوا منطبقين، او لا يكونوا متوازيين. هنا كما قلنا هنا مستقيمين منطبقين، اذا للمتجهتين نفس الاتجاه. بقى لنا المنحى. كما كتلاحظوا المنحى من دي الى او، والاخرى من او الى اف، كاملين من اليسار الى اليمين. هاي من اليسار الى اليمين، من اليسار الى اليمين، يعني عندهم نفس المنحى. اذا المتجهه او اف تساوي المتجهه دي او. الان ننتقل الى السؤال
الثاني، السؤال الثاني، ما هي المتجهة التي أصلها E والمساوية للمتجهة D، عفوا هنايا جي دي، هنايا بلاص دي بي جي دي، فين هي المتجهة جي دي؟ هي متجهة جي دي. هي المتجهة جي دي قلنا، والمر التي أصلها إي، يعني البداية ديال المتجهة اللي بغيناك تسويها هي إي، نعم يعني غادي نديرو إي هي البداية ديال المتجهة. نشوفو دابا الطرف ديال المتجهة، علاش كنقلبو هو الطرف ديال المتجهة؟ باش أنا تكونو متجهتين متساويين أش خاص يكون؟ يا يعني إما تكون عندها نفس المميزات، يا إما نقلبو على متوازي الأضلاع، نديرو بالطريقة ديال نفس المميزات ونديرو بالطريقة ديال متوازي الأضلاع. نعم بالنسبة للطريقة ديال المميزات، المميزات كنعرفو الاتجاه المنحة والمعيار. الاتجاه، الاتجاه يعني كنشوفو المستقيم موازي لهاد المستقيم هذا، والمر من اي هو هاد المستقيم اللي هنا، يعني غادي تكون في هاد الاتجاه، واش الفوق او للتحت ما عرفناش. باش نعرفو كنعرفوها بالمنحة، المنحة عندنا من جي نحو دي، فين ماشية؟ بحال ماشية للفوق ماشي للتحت، ماشي للفوق، يعني هاد الطرف غادي يكون الفوق، غادي يكون في هنايا. ثم كناخذو المسافة جي دي كتساوي المسافة اي اف، يعني المتجهة جي دي كتساوي المتجهة اي اف، حيت عندهم نفس المعيار ونفس الاتجاه اللي هو المستقيمين متوازيين، ونفس المنحة اللي من جي لدي ماشية للفوق في هاد الاتجاه وماشية للفوق في هاد الاتجاه، في هاد الاتجاه هذا ماشية للفوق ماشي للتحت، يعني المتجهة جي دي كتساوي المتجهة اي اف. الطريقة ديال متوازي الأضلاع عندنا هاد الرباعي كامل هادو، هادو دي اف اي جي، هو عبارة عن متوازي الأضلاع. علاش؟ حيت هذا كيساوي هذا وكذلك متوازين، إذا متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع كل متجهتين متقابلتين متقايستين، فين المتجهة المقابلة للمتجهة جي دي؟ هي المتجهة اي اف، إذا جي دي تساوي اي اف. وبالنسبة للسؤال الأخير، ما هي المتجهات المساوية مع المتجهة دي بي؟ هي المتجهة دي بي أصل ديالها دي، طر ديالها بي، المساوية معها هي كاينة أو سي، المتجهة أو سي. علاش؟ حيت هاد الرباعي متوازي الأضلاع، حيت هذا كيساوي هذا ومتوازين، نفس الشيء اللي درنا في السؤال الأول. إذا دي بي تساوي أو سي، هيا كاملين عندهم نفس المنحة نفس الاتجاه نفس معيار، كذلك تساوي اش اف، وكذلك تساوي جي او. علاش؟ حيت هنا متوازي الاضلاع هذا كيساوي هذا ومتوازين، اذا هذا متوازي الاضلاع، بما انه متوازي الاضلاع اذا كل متجهتين متقابلتين متقايستين، يعني هذه المقابله معها هي هذه، اذا متقايستين. هكذا انهينا التمرين التطبيقي. بالنسبه لي بقيه الدرس سوف نراها في الجزء المقبل إن شاء الله.